السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على مسألة 544 ديف 2 بي اسمها سي اند ايلاندز. المسألة بتقول ان انا معايا ماب عبارة عن ان روز وان كولومز. انيشالي كل سيل في الماب دي عبارة عن سي. مطلوب مني ان انا كفر الماب دي بساند بحيث ان انا يكون معايا اكزاكتلي كي ايلاندز. والايلاند بالنسبة لي هي عبارة عن سيت اوف ساندز. السيت دي كل سيت او الجروب اوف ساند بيبقى جروب لو انا اقدر اوصل من اي مكان للمكان التاني، وانا لو في مكان ما بعرفش اروح لمكان تاني الا لو كان المكانين دول adjacent. يعني ايه adjacent؟ يعني لازم يشتركوا في vertical او horizontal side. فهو هيديني الان ده size الماب ان في ان rows في ان columns، وهيديني ال k عدد الايلاندز اللي هو عايز نعملها، لان لحد 100 وال k لحد من 0 لحد n square. ولو هقدر هطبع، لو هينفع اعمل الماب دي بالان والكي اللي مدهمني هطبع يس وهطبع ايه هي الماب، ولو مش هينفع هطبع نو. تعالوا نشوف التست كيسز. اول تست معايا هي 5 و2، فده معناه ان انا عندي ان في ان، ان روز في ان كولومز مكون 5 في 5، ومطلوب مني ان اعمل 2 ايلاندز. انيشال زي ما اتفقنا ان انا معايا سي، فالسي لازم يبقى كده 5 اس كل رو، فيبقوا كده بالظبط. مطلوب مني ان انا احط ساندس، ساندس بيرمز لها بحرف ال. مطلوب مني ان انا احط شوية حروف ال بحيث ان انا في النهاية يكون معايا 2 ايلاندز. طيب لو انا مثلا حطيت ال في الرو ده كله، كل دول روز، كل رو ده حطيت فيه ال، دول كلهم عبارة عن جروب واحد. ليه؟ لأن أنا أقدر أروح من هنا لهنا، ومن تاني للتالت، ومن التالت للرابع، ومن الرابع للخامس، فبروح من أي واحد للتاني، فدول عبارة عن أيلاند واحدة بس. فأنا كده كأني حطيت أيلاند واحدة ومطلوب مني أحط 2 أيلاند. طب لو حطيت هنا مش هينفع. ليه؟ لأن برضو هما كلهم واحد. ليه؟ لأن أنا أقدر أروح من الأول فوق للتاني فوق، واللي فوق يروح لتحتيه ويروح للي جنبه وهكذا. فده لازم يفضل زي ما هو، او لو غيرته هبقى مطلوب مني لسه برضو اعمل جروب تاني. ينفع احط هنا؟ لو حط هنا يبقى لسه نفس الجروب. طيب لو حطيت بقى هنا، كده الجروب ده اي حاجة في الجروب ده كده مش هتعرف توصل لاي حاجة في الجروب ده. ليه؟ لان انا لو واقف عند سيل ما بعرفش اروح غير يا تحتي يا يميني يا شمالي يا فوقي. ليه؟ لان هو قال لي هوريزونتال يعني اللي جنبي سواء يمين او شمال، او فيرتيكال يعني تحتي او فوقي. فانا مش عارف اروح للاس، وبالتالي انا كده خرجت بره الجروب بتاع السند وهخش هنا جروب تاني. فده احد الحلول. كان ممكن اعمل نرجع تاني زي ما كنا، حل بطريقة تانية. ممكن مثلا احط هنا ال وهنا مثلا، اهم دول كده 2 جروب. ادي جروب مش عارف اروح للال دي الا لو انا هفصل ببحر، لان انا مش عارف اروح من ال دي غير للاس دي او الاس اللي جنبها. فخلاص كده دي جروب، ودي كمان جروب تاني لوحدها، او ممكن احطها مثلا هنا. ففي طرق كتير، لو اي واحده تنفع ببرنت اي واحده فيهم. تاني تيست هي 5 زي التيست اللي فاتت، يعني 5 في 5، الان ب5 والكي ب25. مطلوب مني اعمل 25 ايلاند، ولو مش هينفع هقول نو. يعني الان هنا ب25، يعني المفروض ان انا احاول اعمل اكبر عدد من الجروبس قدر المستطاع. في حاله ان انا اصلا اغيرهم كلهم مش هلاقي حل برضو، فالاجابه هنا هتبقى نو. تعالوا حتى نجرب نشوف اقصى حاجه ممكن نعملها. لو لقينا 5 هحط مثلا هنا ال، هاجي هنا لو حط ال يبقى نفس الجروب فملهاش لازمه، لو احط هنا ال برضو يبقى نفس الجروب ملهاش لازمه. اقوم حاطط مثلا هنا برضو، هسيب دي واحط بقى هنا، هاجي هنا احط ال لا، فاقوم حاطط بقى هنا وهنا وهكذا. ال 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 وهنا ال وهنا، وابدا من الاول تالت الخامس. ده اقصى عدد من الجروبس اقدر اعمله. هما كام بقى؟ 3 5 8 10 13، ولان الكيب 25 فمش هينفع، فالاجابه هتبقى نو. طيب ازاي نفكر في حاجه زي كده؟ ببساطة احنا قلنا الحل تقريبا، احنا بنقول تيست 2. انا هحاول
اول حاجه انا هعمل ماتريكس عادي فيها ان في ان عباره عن سي كلها اس، 2 دي اري يعني اوف كاركترز كله اس، وهشوف الكي مثلا تخيل ان الكي بخمسه، هحاول احط هفضل احط كي لحد ما الكي تخلص او ما ينفعش احط تاني، وهشوف في الاخر لو الكي خلصت يعني لو كي وصلت لزيرو يبقى خلاص هطبع الماتريكس اللي انا وصلت لها، لو ما خلصتهاش يبقى هطبع نو. طيب تخيل الكي مثلا بخمسه في الكيس دي، انا هبدا من الاول اول رو هحط ال، دايما هعمل ايه، هحط ال واسيب واحده اس واحط ال كمان، واسيب واحده واحط ال كمان، وانزل تحت انا في الرو الاولاني بدات من الاول، لا الرو التاني هبقى من التاني، ليه؟ لان انا لو حطيت هنا هيبقوا الاتنين ال دول نفس جروب، فانا هسيبها زي ما هي وابدا من التاني، احط ال واسيب برضو واحده احط ال واسيب واحده، مش هلاقي حاجه تانية خلاص. هنا كده الكي بقى بخمسه، خلاص خلصت. لو الكي بزيرو يبقى هطبع الماتريكس دي. طيب تخيل ان الكي كانت بعشره، هنزل اكمل انا هنا، ده الرو الاول ده الرو التاني، الرو التالت بقى احط هنا ال سيب واحده احط ال سيب واحده احط ال، كده بقت تمانية، لسه فاضل اتنين، احط هنا ال وهنا ال، بس كده بعشرة. طيب تخيل لو كانت بتلاتاشر، ها اكمل ال ال ال، اخطر من كده الماتريكس اصلا خلصت، فهلاقي ان الكي مثلا اتبقى واحد، ان الكي لسه مش بزيرو، فهطبع ساعتها نو. بس دي الفكرة ببساطة، كوبيت حاجة زي كده يبقى ازاي؟ ببساطة اعرف ان وكي واعمل سي ان لان والكي، وادي تو دي اري بتاعي، هعمل لوب من زيرو لحد ان للروز ومن زيرو لحد ان للكولومز، واقول الاي اوف اي اوف جي بيساوي اس، حطيت كلهم في الاول اسات. طيب بعد كده المفروض اعمل ايه بقى؟ همشي على كل رو من اول رو لحد الاخر، مثلا تخيل الكيس كانت زي ما شفناها، كانت مثلا كده، خمسة في خمسة، فده الرو زيرو اهو، وده الرو وان تو ثري فور. طيب فالمفروض ان انا في اول رو، الرو الاول هو زيرو، والرو رقم اللي هو رقم اتنين والرقم اربعة، دايما هبدأ من الاول، يعني هحط هنا ال، لكن الرو ده مش هبدأ من الاول هبدأ من التاني، الرو ده هحط هنا ال مثلا لما يجي على الدور، واحط هنا ال وهكذا. فعشان كده هعمل ايه، بدأت الاي بزيرو لحد الان اللي هي عدد الروز من زيرو لحد اربعة لحد خمسة اصغر من خمسة، لو الاي مود تو بزيرو يعني لو الاي زوجي اهو، يعني انا هنا او هنا او هنا، هعمل ايه، همشي على كل الأعمدة اللي في الرو ده، مثلا الرو الأولاني همشي على كل الأعمدة، همشي واحدة واحدة ولا اتنين اتنين؟ لأ هبدأ من الأول عادي، الجي بزيرو عند الإست الأولانية، أنا هنا في أول رو، طول ما أنا أصغر من الإن اللي هي عدد الأعمدة بس هزود اتنين. طيب لو الكي لسه معايا أكبر من زيرو، هخلي الـ A أوف I أوف J يساوي الـ L وأنقص الكي واحد، تخيل إن الكي مثلا بعشرة، هيبدأ من أول هنا هيحط L هيزود اتنين هيبقى هنا هيحط ال، هيزود اتنين هيبقى هنا هيحط ال، خلص هيطلع يزود الاي، بقى الرو الاول بقى هنا دلوقتي، هيعمل ايه بقى؟ هل انا هبدا من اول زيرو؟ لا انا هبدا من اول واحد، فهبدا من واحد برضو هزود اتنين، ولو كي اكبر من زيرو هحط في الاي اوف اي اوف جي ال وانقص برضو الكي، فهبدا من واحد احط ال وازود اتنين احط ال، وكل ده وانا عمال انقص الكي، هطلع فوق اجر الرو ده هلاقي ان الاي مود توب زيرو زوجي، هبدأ من اول زيرو وازود برضو اتنين وهكذا، في اي لحظة طول ما الكي اكبر من زيرو انا بكمل عادي. طيب لو الكي وصلت لحظة بزيرو هيفضل يلف، وكي عمرها ما هتكون اكبر من زيرو، وبالتالي مش هيغير اي اس موجودة، وبالتالي لما يخلص اللوب دي كلها هيطلع، لو الكي لقاها لسه اكبر من زيرو ده معناه ان هو معرفش يكمل كله ال، فساعتها هسي اوت نو. طيب غير كده هسي اوت يس، واطبع ال 2 دي اري بتاعي، هعمل لوب من 0 ل ان
للروز وزيرو لان الكولومز، واسي اوت الاي اوف اي اوبجكت. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا. شكرا، سلام عليكم.